عم تمرق بأصعب اللحظات بحياتك، ما في شي عم بينجح معك، حاسس بالإحباط واليأس والدنيا سكرت بوجهك. انت الوحيد اللي بيعرف قديش عم تتعذب، انت الوحيد اللي بيعرف حجم المشاكل اللي عم بتعيشها. الوجع كتير كبير، والشي الوحيد اللي انت بحاجة لقاله هلأ هو الأمل، هو الحل الوحيد ليطلعك من الظلام اللي عايش فيه، هو المخرج الأساسي ليدلك على بر الأمان والراحة. معليش إذا كنت خايف، معليش إذا كنت عم تبكي، معليش إذا كنت عم تتوجع، بس المهم ما تستسلم. طالما ربنا موجود يعني الأمل موجود، وإذا الأمل موجود يعني قصتك ما انتهت بعد. إذا عم تفكر إنه هيدي النهاية بتكون غلطان. قد ما تكون عم تتعذب هلأ، إلا ما يجي الوقت وترتاح. قد ما كان الحمل كبير عليك، إلا ما يجي الوقت وأمورك كلها تتغير. ما في شي بالكون ممكن يحطمك إذا كان الأمل موجود. المهم لا تستسلم. إذا حسيت إنك مش قادر تكمل، أو بلشت تفكر إنك وصلت لآخرك، ضروري إنك تستمر وتكمل المشوار لو شو ما صار. اوعى وإياك توقف، كل شي عم بيصير معك عم بيجهزك لمرحلة جديدة بحياتك. كل اللي مطلوب منك هلأ إنك تضل صامد، ضلك عم تتحمل، ما تسمح لأي شي يركعك. موضوع أبدا مش سهل، ما رح ينتهي بسرعة، بس كمان مش مستحيل. هيدي حال الدنيا، وهيك نظام الكون بيشتغل. ما في راحة بدون ما يكون في قبل ألم، ما في ربح بدون ما يكون في قبله خسارة، ما في نجاح بدون ما يكون في قبله عذاب ومشاكل. على قد ما يكون الوجع كبير، على قد ما ينتهي براحة كبيرة، على قد ما تكون التضحية قاسية، على قد ما يقبلها فرج واسع. كل ما زاد مشوارك صعوبة، كل ما كانت نهايته نجاح كاسح. كتير مهمة هالمرحلة اللي عم تمرق فيها، لأنها رح تصنع نسخة جديدة منك، وهالشي حيكون أهم من النجاح نفسه. شو اللي رح يتغير؟ قدرة تحمل أكبر، مستوى شجاعة كتير عالي، اكتساب مهارات صعبة، خبرة حياة واسعة، قوة إيمان مرسخة بقلبك وبروحك. أخيراً رح تقدر توصل مطرح ما بدك، وتكون مثل ما بدك. ما حدا رح يقدر يمنعك، ما حدا رح يقدر يوقفك. ضحيت كتير وما انهزمت، توجعت كتير وما انكسرت، بهدلت كتير وما استسلمت، دقت المر، واجهت القهر، تحملت أقوى الضربات، بس ما استسلمت. روح التحدي انوجدت بقلبك، قوة الإصرار انخلقت بعقلك، اكسير الجرأة تغلغل بدمك، ورغبة الانتصار سكنت روحك. معركتك مع الاستسلام خلتك تشوف الويل وتدوق العذاب، بس بالنهاية انت اللي فزت، انت اللي انتصرت، وانت اللي طلعت البطل الربحان.